جرة ذهب. استغفر الله العظيم. شو؟ عظمة؟ يا مشتاق الدغري هلا هيك طلع شفتها هرب من نقزك ورجعت قعدت اوكي؟ هلني شو؟ يلا شو؟ شو؟ عظمة؟ العظمة دي لي أنا هلا خلص خلص ما تحكوا ما تحكوا مسبوعين ساكتين أنتوا هلا شو بدي أعمل؟ شو بدي أعمل هلا؟ ما هون المشكلة لا مبروك لا. تعمل ايه؟ مبروك ألف مبروك لا هون المشكلة انه ألف مبروك مشكلة انك لقيت الذهب؟ نعم طبعا المشكلة اني لقيت الذهب انا ما عندي مشكلة باخده هيدا كل واحد راح يطلع له منه حلوان لا تخافوا بس انا المشكلة انه شلون بدي افرح فيه وانبسط فيه وانا عندي هالمرة بالبيت لا اسمع شوي هون المشكلة انه فكرة اذا ثقيلة عليك اعطيني اياه فكرك إذا أعطيتك إياه بتنحل المشكلة؟ كل واحد عنده حصته يا شباب بس في مشكلة شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ كل واحد له حلوان يا شباب بس في مشكلة شو المشكلة؟ المشكلة إنه وين بدي أخبيه؟ كيف بدي أتصرف فيه؟ بتخبي بالبيت وبتصير تصرف والله والعنز اللي عندي شو بعمل فيها؟ المعزية اللي عندي بالإذن من رحمة حبيبي رحمة حبيبي أوكي والبشعة اللي عندي شو بعمل فيها ما بتعمل فيها شيء يا خيي هادي بتضل تبقبش إلا ما تلاقيه طيب وإذا لقيته إذا لقيته بتزيعه بالحي طيب اي والله اطلع بصير كل واحد هذه الجره جد جده كان يفلح بالارض وحطها بالزمانات ورتها وهيدي هيك وهيدي هيك فهمت صيروا الفه فهمت كيف رو 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 ما فيها شيء بتاعت الحل يا نصيف يا رام 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 رامي يلا نجر الذهب ولا لا من هون شو الوين هون تعال عم تستوعبوا كيف لازم نشتغل؟ عملوا معروف للخميس بدي تكون موجود الاكسسوار بتجيبوا شيء شبيه للجره، عارفين وين كنت تخبوها، عاملين الديكور، عاملين البيت المتواضع، عاملين المحل يعني موزعوا لي يعني انا بشوف هذا اول مشهد هون، ثاني مشهد الغسيل هون، وزعوا لي كل شيء، جيبوا تياب جيبوا خلي يكون فرحه الصف. اوكي. اوكي خلينا بلشنا لاني صرتوا تعرفوا الحد الادنى نقدر نفهم مع بعضنا من اللغه. خلينا نستفيد ونتسلى وبالوقت نفسه عندكم شيء تتسلوا وتعملوا فيه هونيك وبالوقت نفسه عم تشغلوا حالكم بشغله فيها خيال وفيها ابداع ولقلكم بعدين فيها متعه فهمتوا علي؟ انا بعطي حل من عندي ولا بفوت بفوت فوت بالحل يعني هلا بنشوف هلا فيك تعطي حل بصير كل واحد يعطي فيش يا زلمه الا ببساطه لقيتها بكل واحد قلتها بالحالي والا بالحالي لك بتضيع بالضيعه كل واحد بيعمل هون المشكله اوكي بلش خلينا نشوف شو في ممكن يجي شو عظمه حدا يرد ابو الف مبروك مبروك يا هون المشكله بني. وين المشكله اساله وين المشكله وين المشكلة اللي جايبنا عشان المشكلة انه مبروك كلمة وحدة وين المشكلة وين المشكلة المشكلة وين بدي اخبيه طب اعطيني انا بخبيه خبيه في البيت واصرف منه ليش فكرك اذا بعطيك اياه بتنحل يا جماعة كل واحد له حصته كل واحد له حلوان ما تفكروا المشكلة وين بدي اخبيه بالبيت طب حطه بالبيت بالله والعنزة اللي عندي بالبيت اللي بتضل تدور وتبحبش وترتب تعمل لي حالها وين بدي اخبيه وإذا عرفت طب وشافته تعرف شو هذه معها حق
يا سيدي وعرفت شو. اذا عرفت بنفضح بالبلد كله وكل العالم تعرف انه انا لقيت ذهب، والفازز بيقول لك انه انا جدي هون حضمره وانا الديانه بتجيني وانت سرقته من وين وانا كنت حاطه مخبيه و... طب العمل مصلحة الاثار تجي بتقول لي اثار. طب شو العمل؟ هون المشكلة. العمل شو؟ والله مشكلة يا جماعة. سبب لازم نفكر نلاقي له حل. المشكلة انه العمل، انه العمل كيف ما بدنا نخلي مارتن نخرزها. المشكلة انه انا شلون بدي سكر لسان مرتي. طب فكر 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 سمع فكر بس شوي. كيف فينا نحافظ عليه نتصرف فيه بلا ما حدا يعرف؟ هيدي فهمت كيف؟ هون المشكلة. قول كيف فينا، كيف فينا نحافظ عليه ونخليه معنا بدون ما حدا يحكي ونتصرف فيه، ونتصرف فيه وبلا ما حدا يعرف ويحس، وبلا ما حدا يعرف ويحس. شو يا شباب؟ شو اللي شو انت؟ مبروك. ما لا بس عن جد مشكلة والله العظيم، لازم لاقي حل. ومشكلة كبيرة. ممكن ادفنه. ادفنه ايبان. ما انا كان مدفون وطلعته، وين بدي ادفنه؟ كيف بده يصرف؟ اضرب بلكي واحد من قد كمان من الضيعه حفر ولا غلط. سيبك منه. قلت اولادي بيلعبوا قلال. لا ما سوري. بلا سوري الا ادفنه. انت شو عندك اقتراع يا رامي؟ انا كان بدي له انه انا معي مصاري. هو عارف انا معي مصاري، يحطوا معي مصاري. ما رح تعرف انه هو معي. لا لا لا، مثل واحد عم يتسلط على عليه. شو المشكلة؟ انه هل المشكلة انه هو بدنا ما نخبر مرته؟ طب نقول له نفس الفكرة الأساسية؟ خلينا على نفس الموضوع. نفس الموضوع، أنت قلت هيك، أنت قلت هيك، أنت قلت سرامي. فأعطي فنيصة. يلا. ولك أي فنيصة؟ قل له فأعطي فنيصة. فيني أصلح يصدقها. إيه لا ما بتبين، لا ما بتقعد، خليك معلش. فأعطي فنيصة. قل له فأعطي فنيصة. طب قول له انك ورثت مثلا. لا قل له انت، قل لك قل له فقعت شو تفنيصه. ايه بس شو التفنيصه؟ لك قل له فقعت شو تفنيصه. هو يلاقي التفنيصه هيك بقول له. قل له شو التفنيصه. قول كلمه فقعت شو تفنيصه. فقعت شو تفنيصه. ولك شو التفنيصه. طب انا بقول لك قل له مثلا انك ورثت. لك ورثت من وين؟ لك ما انا ابي منتوف وجدي منتوف وابوه وجده منتوفين. من وين من ورا عليك؟ ما شو مسوي لك انت الغلط منه. ما بعرف الا ما بعرف اقول له الفكره انا. لا الا يا خيي الفانوس السحري. شبيك لبيك بلش نكتو هون ما نضلنا. شبيك لبيك عبا الا انه نزلتك هيك من السماء. نزلت من السماء. ايه يعني مثل السمكه الطايره. مزح معه. طب نرجع الموضوع الاساسي. فهمت كيف ركبوها. قال له فقعش تفنيصه. خيي شو التفنيصه؟ انا بقول لك قول له مثلا انك ورثت مثلا. لك ما ورثت لك. ما اهلي واهلها ما انتوا فين يا زلمه؟ وين المراه؟ او قول لها انا نزلت لك من السماء مثل السمكه الطايره. حاجه تخيل لها ذبحت الارنب اللي كان عم يسبح وطلع منه دهن. وما تنساش العظمه. ما لك عين تضحك على العظمه. لا والله استنوا يا جماعه كل شيء بنسى بدنا نطلع. اوكي احسن هون بدي انهيها. الا مثلا بتقول له انت هون لحظه بقول لي لا رو 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 شوي. قل له انت لا انت قل له نزلت عليك من السماء. هبطت عليك من السماء. من السماء من السماء الله فوق يعني من السماء بلا الله من السماء من السماء. هيك الدنيا عم تشتت علي مصاري. شتت علي بس يعني او ما شتت على غيري يا خيي. مثل السمك الطائرة. الا نزلت علي من السماء. او قلت له لا او مثل الارنب اللي عم يسبح. فزرت ولقيت بقلبه. ولك اي ارنب جره فيها هيك ارنب. خلص 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 دق الباب هون. لك لا روح قبل ما قلت له. لك ايه فقعت فنيصة. كيف الا كنت عم شوف الارنب عم يسبح. دق الباب. خلص بتبلش فيها وتعمل لها الجمله في بعدين. فهمت علي؟ اوكي يلا الله معكم ركبوا.